الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أحمد الله تعالى على تيسير هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة في التوجيه والإرشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ترتيب هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن ينفع به ويبارك فيه. هذه المحاضرة بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من الجماعات الضالة. الاعتصام بالكتاب والسنة قد أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله تعالى بالاعتصام بحبله، وحبل الله تعالى هو دينه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إن المقصود بحبل الله القرآن، وذلك يعني الاعتصام بالكتاب والسنة وبدين الله تعالى وشريعته. والبخاري في صحيحه قد عقد بابا سماه أو عقد كتابا كتابا سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم أورد فيه نصوصا من القرآن والسنة تدل على وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية السابقة يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر الله تعالى بالاعتصام بحبله ثم نهى عن التفرق. وهذا النهي عن التفرق قد جاء في عدة آيات، كما في قول الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهى الله عز وجل عن التفرق وتوعد من فعل ذلك بالعذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ثم توعدهم بهذا الوعيد الشديد: وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالواجب أيضا في الآية الأخرى قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنجد أن النصوص فيها الذم الشديد للتفرق والاختلاف، ولهذا فالواجب على المسلمين الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبل الله تعالى. الاعتصام بالكتاب والسنة إنما يكون على منهج السلف الصالح، على منهج الصحابة والتابعين، وهذا ما سنبينه إن شاء الله ونسلط الضوء عليه. الاعتصام بالكتاب والسنة يستلزم ويقتضي أن يعرف المسلم المناهج المنحرفة والطوائف والفرق المنحرفة كي يحذرها، إذ أن الإنسان إذا لم يكن على معرفة بها فإنه ربما وقع في شرك هذه المناهج والطوائف الضالة المنحرفة من حيث لا يشعر. وكما قيل: من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. والله عز وجل لما أمر باتباع صراطه المستقيم نهى عن اتباع السبل المنحرفة، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلم يكتفي ربنا سبحانه بالأمر باتباع صراطه المستقيم فحسب، بل نهى عن اتباع السبل المنحرفة عن هذا الصراط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. ثم قال: ولا تتبعوا السبل أي منحرفة عن هذا الصراط المستقيم فتفرق بكم عن سبيله. ثم أكد هذه الوصية بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا المنهج اتبعه حذيفة رضي الله عنه،
كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشرور خشية أن يقع فيها. ولهذا فإنه رضي الله عنه ممن سلم من الوقوع في الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم وقعوا قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتها. قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فانظر إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشرور وهذه الفتن، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وأن هؤلاء الدعاة ليسوا بعيدين عنا، بل هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك هم دعاة على أبواب جهنم. ولذلك فالواجب الحذر من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم الذين يزينون باطلهم وانحرافهم، يزينونه بزخرف القول ويغرون من لا يعرف هذه الشرور وهذه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فبين عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع اختلاف كثير في هذه الأمة. ثم أوصى عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها واتبعوها وتمسكوا بمنهجها وطريقتها، فهي الحق وهي الصراط المستقيم. وهذا الاختلاف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جاء مفسرا في أحاديث أخرى بتفرق هذه الأمة إلى فرق كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن 72 فرقة منها كلها على ضلال وعلى انحراف وعلى باطل، وأن الفرقة الناجية المنصورة فرقة واحدة فقط. ما هي هذه الفرقة؟ هذه الفرقة قال هي من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فسمات الفرقة الناجية المنصورة أن منهجها يكون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، فحصل الافتراق وحصل الاختلاف وحصلت الطوائف والجماعات والفرق المنحرفة في هذه الأمة، وكل جماعة وكل طائفة تدعي أنها على الحق،
وكل طائفة وكل جماعة تدعي أنها على الكتاب والسنة، ولكن كيف نميز الفرقة الناجية من غيرها؟ نميزها بالعلامة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في قوله هي من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. ننظر هل هؤلاء على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم؟ فإذا لم يكونوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا على منهج صحابته، فمعنى ذلك ليس هم الفرقة الناجية، ليس هم الفرقة المنصورة. فهذا هو الميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الفرقة الناجية المنصورة بأنها تكون على منهجه وعلى منهج صحابته. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. وفي هذا يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأمل قول الله عز وجل: واتبعوهم بإحسان، والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فتأمل قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. وفي هذا في إشارة إلى أنه ينبغي لآخر هذه الأمة أن يتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن هذا هو المنهج الحق والمنهج الموصل لجنات النعيم. ولهذا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فالطريق الموصل للجنة هو أن يتبع المسلم هذا المنهج وهذا الطريق، طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، حتى يكون من التابعين لهم بإحسان. إذن الأمة ستفترق على 73 فرقة، كل فرقة تدعي أنها على الحق، وكل فرقة تدعي أنها على الكتاب والسنة. كيف نميز الفرقة الناجية التي هي على الحق من الفرق المنحرفة؟ نميزها بالعلامة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن منهجها هو منهج الصحابة والتابعين. من كانت على ما أنا عليه وأصحابي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقوله والذين اتبعهم بإحسان فيه إشارة إلى أنه ينبغي اتباع الصحابة واتباع هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار، وأن نحرص على أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم وأن نسير على منهجهم وعلى طريقتهم. فقد يقول قائل: كل فرقة وكل جماعة تدعي أنها على الحق وتدعي أنها على كتاب والسنة، فكيف أميز الصواب من الخطأ؟ كيف أميز الحق من الباطل؟ الجواب: انظر لحال هذه الفرقة، هل هي على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم؟ هذا هو الميزان الذي تستطيع أن تزن به الفرق والطوائف والجماعات، هل منهجها وفق منهج الصحابة أم لا؟ إذا لم يكن موافقا لمنهج الصحابة، فمعنى ذلك أنها من الفرق المنحرفة وليست الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتها من النار. كلها في النار إلا واحدة. الفرقة الواحدة الناجية هي ما كانت على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. أيها الإخوة، وبنظرة تاريخية إلى واقع الأمة، نجد أن الاختلاف والتفرق والفتن وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. بعد مقتل عثمان بدأت شرارة الفتن، الفتن العظيمة، وكانت بدايتها، بداية هذه الفتن، بتحريض وتأليب من ابن سبأ الذي قام يحرض بعض العامة على الخليفة عثمان رضي الله عنه، حتى شحن قلوبهم ضده
وحصل ما حصل من قتل عثمان ثم قتل علي ثم الفتن العظيمة التي وقعت في الأمة. وهؤلاء الذين فعلوا ذلك ليسوا قوما يشربون الخمر ويقعون في الزنا، لا، قوم عباد لكنهم ضلال. الذي قتل علي رضي الله عنه يقال كان يرى على جبهته أثر السجود من كثرة الصلاة. وعندما قيل له كيف تقتل علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأول من أسلم من الصبيان وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قال إن هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، نسأل الله العافية والسلامة. انظر كيف يبلغ الضلال بالإنسان إلى هذه الدرجة. فكون الإنسان يكون متعبدا لله عز وجل منشغلا بالطاعة والعبادة هذا لا يكفي، لابد أن يكون على المنهج الحق وعلى الطريق المستقيم، وأن لا يكون على ضلال وانحراف في منهجه أو عقيدته أو الطريقة التي هو فيها، فيكون على طريقة سلف هذه الأمة، على طريقة الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وإلا فإنه ربما يقع في شرك هذه الطوائف والفرق المنحرفة. وكما يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فالذي لا يعرف الشر ولا يعرف انحراف هذه الفرق ربما يأتيه من يغره ويخدعه فيقع في شرك هذه الطوائف والجماعات الضالة المنحرفة من حيث لا يشعر. ولهذا ينبغي الحذر من اتباع هذه الفرق وهذه الطوائف، وأن يكون المسلم معتزا بإسلامه بعيدا عن التحزب، بعيدا عن أن يتبع طائفة من الطوائف أو جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق، إنما يكون على الكتاب والسنة وعلى ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. بعض الناس يسلم عقله لغيره، ينتسب إلى جماعة أو إلى طائفة ويسلم عقله له ويسلم عقله لهم ويأتمر بأمرهم يوالي ويعادي فيهم، وهذا خطأ كبير. قد تكون هذه الجماعة من الجماعات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار، ولذلك فالإنسان أعطاه الله تعالى عقلا يميز به بين الحق والباطل. فعلى المسلم أن يحرص على أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج الصحابة والتابعين، هذا هو المنهج الحق وهذا هو الطريق الحق، أن يكون على طريقة الصحابة والتابعين، أن يكون على طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وليحرص المسلم على أن يسأل الله تعالى أن يهديه للحق وأن يثبته، فإن الله تعالى إذا علم منه الصدق في ذلك هداه الله عز وجل للصراط المستقيم. ونحن في كل ركعة نصليها من الصلاة فريضة كانت أو نافلة ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء من أعظم وأجل وأنفع الأدعية: اهدنا الصراط المستقيم. ثم فسره الله تعالى بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانظر إلى عظيم شأن هذا الأمر، أن الله عز وجل أمر المسلم في كل ركعة يصليها من صلاته فريضة كانت أم نافلة أن يدعو الله عز وجل بأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يجنبه صراط المنحرفين من المغضوب عليهم والضالين. فهذا الدعاء دعاء عظيم، عندما تصلي استحضر عظمة هذا الدعاء. ثم إن الله عز وجل لما أمر بهذا الدعاء قدم بين يديه الثناء على الله سبحانه
ليعلمنا جل وعلا بأدب الدعاء، وأن المسلم إذا أراد أن يدعو فينبغي أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله سبحانه وتمجيده ثم يدعو. فقال: الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله عز وجل، الرحمن الرحيم، تمجيد لله سبحانه، مالك يوم الدين، كذلك ثناء وتمجيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص لله عز وجل بالعبادة وبالاستعانة. ثم بعد ذلك يدعو المسلم بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نجد أن طريقة الأنبياء والرسل والصراط الذي عليه الأنبياء والرسل واحد، لم يختلف، وكذلك الشهداء والصديقون والصالحون هم على هذا الصراط، وهو الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون على هذا الصراط وعلى هذا المنهج وعلى هذه الطريقة، وعلى المسلم أن يحذر من اتباع السبل والطرق والمناهج المنحرفة عن الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيا أخي المسلم، احرص على سلامة المنهج، أن تكون على الصراط المستقيم، وأن تكون على منهج الصحابة والتابعين، أن تكون على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فتكون من الذين اتبعهم بإحسان. احرص على هذا، واسأل الله عز وجل أن يهديك للصراط المستقيم، وأن يهديك للحق، وأن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي يفتتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، وأن يكون على منهج الصحابة والتابعين، ومنهج الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحذر من اتباع السبل والفرق والطوائف والجماعات المنحرفة أيا كانت، وأن لا يسلم عقله للآخرين، وإنما يكون على المنهج الحق وعلى الطريقة المستقيمة وعلى الصراط المستقيم، فبذلك ينال مرضاة الله عز وجل، وينال جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. فطريق الجنة هو هذا الطريق، هو اتباع طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.